بمناسبة تسليم 251 شاحنة علامة مرسيدس بنز و100 شاحنة من علامة SNV إلى شركائنا الحاضرين معنا، أود أن أشكر كل الحضور لثقتهم في منتجاتنا من شاحنات ومقطورات وسيارات نفعية. 39 شاحنة متعددة المهام للمديرية المركزية لعتاد تابعة لوزارة الدفاع الوطني الدسيام، 13 شاحنة لصالح مديرية العمل للحماية DCPC، كما يستفيد قطاع خاص من 199 شاحنة موزعة كالتالي، والقطاع العمومي منهم شركة نفطال 156، سوميفوس، BCSP، كوسيدا كانيزاسيون، سي بني هاروم، إصاف حديد، سي توسيالي، وشركات أخرى خاصة. تقوم وزارة الدفاع الوطني ممثلة بالمديرية المركزية العتاد، وعلى غرار العمليات المنفذة سابقا، تندرج هذه العملية ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة المعدة من طرف قيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، ورامية لبناء قوات مسلحة عصرية واحترافية مزودة بعتاد ذو جودة وتكنولوجيا عالية